طبيعة الحال تيكون تشاور مع المكتب المسير تنعطيو الراي ديالنا، ولكن في الاخير تيبقى الراي يعني بيغمون تكنيك، لا في اللاعبين اللي نقدروا نستغنيو عليهم، لا في اللاعبين اللي خصنا نتابعوهم، مع مراعاه يعني الهويه ديال النادي، اللاعبين اللي يقدروا ينسجموا مع النادي، يقدروا يدخلوا في انتيغراو في النادي. وطبيعة الحال الشق المالي اللي هو اساسي ومهم، انك فاش تمشي لسوق انتقالات راه تمشي بواحد الميزانيه اللي محدوده. بالمناسبه وغادي نعلنوا عليها في الجمع العام، راه الى حتى الفريق الاولمبيك اسفي راه حتى المرتبه الثالثه بنفس عدد النقاط كحسنية اكادير. جوج الفرق اللي كانت قدامنا السنه اللي مضات هما الوداد الرياضي الرجاء الرياضي. الفريق الاولمبيك اسفي ميزانيته ديال الموسم الفارط تعادل تقريبا تقارب 23 مليون ديال الدرهم. 23 مليون درهم، راه كاين فرق في القسم الوطني الثاني اللي صرفوا 3 مليار سنتيم وما حقوش الصعود. دونك 23 مليون درهم يعني باش نجيو نقولوا راه غنحتلوا المرتبه الثالثه، 23 مليون درهم مع فرق اللي تدور بلو مينيموم اللي مورانا ب 4 مليار سنتيم ولا 5 مليار سنتيم ولا 3 ونص ولا دونك ستانكس بلوا. ولا السؤال ديالك فيه مغالطه بانك حسمتي وجزمتي بانه هذيك، وين انت سولتي انا وانت سؤال. لا لا اسمح لي، انت قلتي بانه كانت هي السبب ديال المغادره الدماغي حسب الاقوال ديال وانت دابا وحنا تنهضروا معك انت صحافي ماشي الشارع، انت تتحمس وليك السؤال اللي تطرح وتكون قد الجواب اللي غنعطيوك، ماشي نجاوبك وتقول لي الشارع اللي تيقول، سينو غنخليو الشارع يسول هو راسو. اولا كاين مغالطه بانك قلتي بانه كانت هي السبب ديال الاستقاله الدمي، شوز لي كيناش نهائيا، والدمعي كبر من انه يقدم استقالته من تدريب فريق بطوله احترافيه وي 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 وبالطريقه اللي كانت وي وي سميتو، والمسار ديالو المهني يكون واحد ياخذ واحد المسار اخر على ود لاعب لي سوا ديزون تادبو مكتب مسير. هذه مغالطة الناس يعني تتقال، حنا ماشي أي حاجة تتقال في لي ريزو سوسيو ولا تتقال في الشارع غادي نبداو نتجاوبوا معها. أنا كنت قلتها في وقتها، فريق أولمبيك أسفي كبير على هاد الممارسات، كبير على هذا، والمسار ديالنا حنا كمكتب مسير مع مدربين سابقين ما عمرو كان فيه هاد النقطة. هذاك اللي كاين هو أنه لاعب تم الانتداب ديالو فاش كان سي هشام دميعي، موافقه سي هشام دميعي لاعب قلتي بدنيا دخلتي في بلاصه ديال التدريب ودرتي راسك مدرب، دونك كاين شي امور اللي ما عرفتش نجاوبك، واش نبدا نقول لك لا راه مؤهل بدنيا ولا غير مؤهل. دونك بالنسبه الحقيقه هي هذه الحقيقه بانه سي هشام دميعي عنده اسباب ديالو اللي قال، اسباب اللي كاينه واضحه هي اللي كاينه في المراسله ديالو نظرا لانعدام التواصل معاه مباشره بعد الاستقاله. شي انا زعما الشهاده لله كنت تواصلت معاه مورا الاستقاله وقال لي شي حاجه اخرى كون قلتها، مي ما تواصلناش معاه، كاينه مراسلات يقول فيها اسباب شخصيه وصحيه. دونك هاد الامور قلناها في الحين ديالها. اما كان نوع الانتداب انا اللي نتحمل المسؤوليه مع المكتب المسير، ما يتحمل حتى شي واحد اخر، ما كاينش شي واحد اللي غيجي في اسفي ويقول لي لا قدر الله ما كان والو ويقول لي انا متحمل معك مسؤوليه. دونك المسؤوليه مادام حنا قبلنا ان نتحملوا المسؤوليه فحنا تنتحملوها بالقناعات ديالنا. دونك وكيما كان هذا الاسم ديال المدرب اللي غنتادبو، شكون هو مثلا هذا المدرب؟ واش كاين اون فورميل في الكره القدم اللي غادي تنتادب مدرب غتجي معاه النتائج؟ كون كانوا مدربين تنتادبهم وتتجيب معاهم النتائج كون راه كلشي يمشي راه محطوط عليك واحد تجيبو وتجيب لك النتائج، ولكن راه كاين منظومه، راه كاين مدرب تنجح في هذا النادي وما تنجحش في نادي اخر. فاش يجي يمكن من الاسباب نجاح المدربين بعض المدربين داخل واحد النوعيه المدربين اللي نجحوا داخل اولمبيك اسفي خاصه مدربين الشباب، وحتى المدربين اللي نجحوا سابقا راه نجحوا في الفتره ديال فاش كانوا في الشباب ديالهم. دونك هاد المدربين يمكن هاد لا فورمولا هادي هي اللي تتنجح داخل اولمبيك اسفي مجموعه من الاعتبارات. ثانيا المدرب فاش ينجح داخل اولمبيك اسفي بالعمل ديالو، اولا الكفاءه ديالو، طبيعه الحال الظروف اللي تتوفر ليه. دونك الا كانوا مدربين تينجحوا داخل اولمبيك اسفي راه حيت المنظومه كلها تتساعد على النجاح، راه ماشي الرئيس ولا المكتب تينجح بوحدو والمدرب ما تينجحش بوحدو واللاعبين ما تينجحوش بوحدهم. ومن ناحيه المسؤوليه راه دائما حنا نتحمل المسؤوليه، راه ما عمرنا تهربنا من المسؤوليه كما كانت الاختيار ديالنا.
دونك حنا عندنا قناعه نتمنى الله انه نتوفقوا فيها والتوفيق من عند الله اللي متاكدين منه بانه راه السي القيسر خلال المعاشره ديالنا راه غادي يدير اكثر من جهده وغيعطي يعني وغادي يجتهد وغادي يكون العمل اليومي وتنظن انه فاش انسان فاش يكون يجتهد تكون العمل راه تيعطي النتيجه ديالو. ثاني حاجه هي ديال الانتدابات تنظن فيما انتدب شي لاعب نديرو ليه ندوه صحفيه ما سبقش يمكن درناها. وحتى الفرق الوطنيه راه ما كاينش واحد تينتدب وتيدير ليه ندوه صحفيه بوحدو مدرب ومن بعد سوبو يمكن باش نكملوا التشكيله ديالنا يمكن لينا نديروا واحد اللقاء مجموعين ونقدموه للصحافه يمكن لكم تاخذوا معنا دي زانترفيو هادي ما كاين حتى مشكل. لا باج اللي تهضر على الفيسبوك سي لا باج اوفيسيال ديال النادي سي باج اوفيسيال راه الفرق العالميه كلها تتواصل باج فيسبوك ولا انستغرام ولا تويتر راه كاين اللي تيديرها تويت رئيس امريكا راه تيديرها تويت وتياخذ به العالم كامل دونك لي نوفيل تكنولوجي راه كاينين وهذيك الصفحه الرسميه ديال النادي تناخذوا منها. ثاني حاجه بالنسبه ل انا بغينا جسمتي وقلتي بان المدرب هذه كلها روايات ما كايناش انا سناكد بان روايات ما كايناش نهائيا. الحقيقه ديال استقاله الدمعي اللي تعرفها بعد الله سبحانه وتعالى هو سيهشام الدمعي على الاقل نجيبوا شي بطوله عربيه. واش عرفتي شكون لعب بطوله عربيه؟ زعما فاش تنبخسوا اون سامبليفي تنجيو نحطوا الامور بحال هكا وتنقولوا على الاقل طموحنا نفوزوا بالبطوله العربيه علاش لا؟ ولكن ما نقولوش على الاقل نجيبوا البطوله العربيه بحال هذه البطوله العربيه لاعبين حنا التورنوا ديال راه كاين فرق اللي عندها لعاب واحد عنده ميزانيه ديال الاولمبيك اسفي فرقه تتلعب في الدوري السعودي راه عندها لعاب ديال اسفي عنده دوبل عنده الراتب السنوي ديالو هو الميزانيه الضعف ديال الميزانيه ديال الاولمبيك اسفي ولكن هذا ما تيعنيش الا لعبنا مع الفرقه فالطموح ديالنا نفوزوا عليه. مي تنقولوا حنا ديجا فاش لعبنا اون كوب اراب وفاش نمشيو وانا كنت نتمنى وقلت للاخوان انا كنت نتمنى هذاك الاحساس اللي حسيت انا كرئيس نادي في القرعه ديال كاس محمد السادس الانديه البطله العربيه تواجد فريق اولمبيك اسفي ضمن قائمه اللي فيها فرق عربيه افريقيه واسيويه عريقه بالالقاب ديالها القاريه والوطنيه راه هذاك راه فخر كبير. وقلت لهم جاني واحد الاحساس بانه الى ضقتي الحلاوه ديال هاد الطعم ديال انك تواجد في هاد المسابقات القاريه خصك ضارب كل سنه باش تبقى في هاد وهذا هو السر يمكن ديال الفرق الوطنيه اللي تيبداو يشاركوا لانه فاش تمشي تشارك الكوب دافريك وتعيش هذوك الاجواء تيولي عندك طموح واحد لاعبين براسهم تيولي عندهم يعني طموح واحد انه خصهم يعاودوا يعيشوا هذيك المغامره وهذه اللي تتبنى ثقافه النادي وثقافه الالقاب. حنا غادي نقربوا راه ديك السنه راه قربنا لكاس العرش وليتي بريسك راه كون جاب الله وربحنا وما دخلتش هذيك الكره الثانيه كره حنا تنقولوا راه ما بقيناش هذيك زيرو لقاب. مي تنحاولوا تنجتهدوا بالامكانيات ديالنا نتمنوا هذه السنه هذه لما لا نتوجوا مع السي القيسر راه كلشي عند الله قريب بالاجتهاد والعمل المدير ديالو السنه هذه يمكن خرجوا بعض المنابر ما تنقولش محليا مي وطنيا وهذا ولا منا يمكن علاش ساندنا الجماعه ديالنا من بعد الاحداث ديال مراكش ماتش ديال لالي. حنا كانت قناعه خاصه ديالنا بانه شفنا ديك الساعه بانه كان ضروري نساندوهم. حنا في الاحداث الاخيره كما قلتي الامور لان كانت تنهضروا على مسائل اللي وقعت خارج الملعب رغم انه